شايف الصورة دي اللي هي الدهون العنيدة اللي عند معظم الناس بعد ما تخسر دهون. بإذن الله لو كملت الفيديو هاخدك معايا خطوة خطوة ونشوف في آخر الفيديو التحول اللي احنا وصلنا له. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عمرو شعراوي. حابب افكر الناس اللي احنا هنعمل لايف يوم الجمعة على صفحة الفيسبوك بالساعة 7 بتوقيت مصر، وبإذن الله حابب فكر الناس بخصم 50% فاضل عليه 4 أيام، هينتهي نهاية الشهر 12. أول حاجة بقى نبدأ نتكلم عنها هي الدهون العنيدة، إزاي اللي احنا قدرنا شخص، هو أنا جبته لك مثال وطبقت معايا حاجات وأقولها لك كلها في الفيديو، أنت هتطبقها بإذن الله هتوصل لهدفك وتخسر الدهون العنيدة. لأن بالرغم إن أنا عملت 12 حلقة برضو لسه في بعض الناس عندهم أسئلة، فأنا حبيت أجيب لك حالة أهي موجودة، شاب زينا بالظبط وكمان طالب بيدرس، فقدر انه يبدا يدرس ويذاكر وفي نفس الوقت يلتزم بالدايت ونظام التمرين ويوصل لهدف رقم واحد، وهو نعمل له نظام غذائي مناسب ليه، مقللين من 300 ل 500 سعره من سعرات الثبات. ليه؟ انت في الاول لما يجي لك شخص انت محتاج تعوده على الاكل الصحي. طبيعي احنا كنا بنكون مثلا بره بناكل اكل غير صحي، او مثلا بره بتجيب شيبسي، فانت بتحاول انك تديله ما تقللش سعرات قوي، تديله سعرات مناسبه بحيث يتعود على الاكل الصحي وفي نفس الوقت ما يكونش فيه جوع وفي نفس الوقت يكون فيه طاقه لتمرين الحديد وتمرين الكارديو. رقم 2، اللي احنا بنبدا نقلل من الكربوهيدرات كل تقريبا 3 ل 4 أسابيع على حسب التزام الراجل، او 3 ل 6 أسابيع على حسب التزامه. يعني لو شخص ملتزم انا بفضل 3 ل 4 أسابيع، ما تكترش عن كده، وتبدا تقلل قد ايه، من 20 ل 30 جرام كربوهيدرات. النسبه القليله دي جدا اللي هم تقريبا 100 مثلا سعره ولا 150 سعره، هتلاقي النسبه دي بتفرق معاك جدا جدا في خساره الدهون. تاني حاجه، احنا هنا مش عاوزين نقع في غلطه اللي انا اوقع معايا معدل الحرق. انا النهارده ممكن اقل مثلا 50 جرام كربوهيدرات مره واحده، بس هوقع معايا معدل الحرق، لا. عشان كده انا بفضل انك تقلل تدريجي، وفي نفس الوقت احنا هنا مش بنعملها كل اسبوع، لا، ده كل 3 ل 4 أسابيع. ليه دايما انا بقول 3 ل 4 أسابيع لو انت ملتزم؟ لان جسمك لسه اول اسبوع هيخسر، وتاني اسبوع هيخسر، وتالت اسبوع هيخسر، بيبدا من رابع اسبوع بدل مثلا ما كان بيخسر نص كيلو دهون او كيلو الا ربع دهون او كيلو دهون، يبدا يقلل النسبه دي شويه. فهو خلاص انا ببدا اقلل معاه النسبه دي تدريجي، انما مش كل اسبوع ببدا اقلل سعراتي، لا، 3 ل 4 أسابيع. طيب انا معايا واحد تاني مثلا مش ملتزم، نسبه التزامه 70%، لا، ممكن اخليها 6 أسابيع، هو اصلا مش قادر يلتزم على كميه الاكل دي، انا ابدا اشد معاه اكتر واخليه مش قادر يلتزم اكتر. رقم 3، اللي احنا بنقيم كل اسبوع، يعني كل اسبوع انت مفروض بتاخد صور ومقاسات ووزن لو انت بتعمل انبادي، بشوف احنا ماشيين كده، لا احنا كده ماشيين كويس، خلاص نكمل. ساعات انت بتيجي مثلا في الاول والله انا شبعان مش قادر اكمل الاكل، فساعتها انت بتضطر مش هستنى 3 4 اسابيع، لا، احنا من دلوقتي نبدا نقلل الاكل تدريجي. لا والله ده انا جعان جدا والجوع عندي زاد، ليه؟ لا ده انا حصل عندي شغل مثلا، والشغل ده مثلا كنت انا مثلا كان بيحصل معايا مثلا مهندس مدني كان مثلا شغله مكتب، لا والله بدا مثلا ينزل موقع او بقى في حركه كتير احنا مش حاسبينها، فساعتها لا احنا هنبدا نرفع الاكل. مع ان انت لما ترفع الاكل هو مش هيخس اسرع، لا بالعكس، انت لما ترفع الاكل مع مجهود الزياده هيخس اسرع، وفي نفس الوقت انت بتحافظ له على الجوع وانك تعوده على الاكل الصحي. رقم 4، فبالتالي لما انت بتعمل كده بتلاقي كل اسبوع تغير خفيف، وكل شهر بفضل الله بتكون واحد تاني. كده احنا خلصنا الدايت، ننتقل بقى على نظام التمرين. رقم 5، وهو اللي انا بعمل له نظام تمرين مناسب للحجم بتاعه، سواء هو متوسط او مبتدئ او متقدم او فوق المتوسط او فوق المتقدم. بنعمل له نظام بيمرن العضله مرتين في الاسبوع عشان يقدر يمشي بمبدا البروجرس اوفرلودنج، اللي هو اهم مبدا في التمرين، ان هو يقدر كل اسبوع يزود وزن او عدد او يقلل وقت الراحه على حسب طبعا البرنامج اللي احنا عاملينه. بالتالي كده هيقدر يزيد حجم عضلي، طبعا مع الدايت المناسب هيقدر يخسر دهون وفي نفس الوقت يزيد الحجم العضلي. رقم 6، وهو بنبدا نصور معاه الفيديوهات التمرين. لو هو شخص بينزل مثلا الفجر ومفيش حد بيجي معاه التمرين، بيشتري ترايبود اللي هو حامل الموبايل ويبدا يصور نفسه من كذا زاويه، وبنبدا نقيم ونعدل، لان المتابعه بتكون عن طريق الاونلاين، فانا مش عارف هو بيعمل
التمرين ده مثلا بتكنيك صح ولا لا. فهو بيبدا يصور او واحد صاحبه بيصوره واحنا بنبدا نعدل لحد ما نتاكد خلاص اللي هو بدا يعمل التمرين ده بنسبه كبيره جدا صح. رقم 7 وهو نقطه مهمه جدا جدا في خساره الدهون العنيده واللي اهم منه في عضله القلب اللي هي تعتبر اهم عضله واهم صحه انك مفروض تهتم بيها وهو الكارديو اللي احنا بنعمله بجانب نظام التمرين الحديد. مفروض تكون عامل نظام كارديو في برضه مبدا البروجريس اوف لودنج. بمعنى انا النهارده الاسبوع ده بلعب مثلا بسرعه مثلا 6 بجيب مثلا بعد تمرين ربع ساعه. الاسبوع اللي بعديه انا ممكن ازود دقيقه واحده بس هتفرق؟ اه هتفرق. ممكن ازود السرعه نص درجه بدل 6 6 ونص او درجه طبعا على حسب المستوى. اهم حاجه ان في كل اسبوع في زياده تدريجيه. فاول حاجه هتساعدك ان جسمك ما يثبتش ما يتعودش لان انت لو فضلت تتمرن على نفس الريتم جسمك بيبدا خلاص 20 دقيقه دي بدل ما كان مثلا بيحرق فيها مثلا 200 سعره لا خلاص هيبدا يحرق فيها 150 انه بدا يتاقلم. فاحنا اول حاجه الجسم ما باقلموش ببدا كل اسبوع اديله حمل زياده فيبدا اول حاجه يديني خساره دهون افضل، تاني حاجه يقوي لي عضله القلب تبقى بالنسبه لي افضل، تالت حاجه يديني لياقه اعلى وهكذا. رقم 8 وهنا بقى بتحصل المشكله دي من الاسبوع الرابع للثامن على حسب الشخص ذات نفسه انه اثناء خساره الدهون بيحصل له مشكله ان هو الهبوط او التعب مش قادر يكمل تمرين الحديد او انه مش قادر يلعب الكارديو. مثلا خلاص الكارديو زاد بقى مثلا 20 دقيقه بعد التمرين او 25 فبقى بالنسبه له صعب ومش قادر وبقى يحصل هبوط. لان احنا كنا كل 3 4 اسابيع لو هو ملتزم بنقلله 20 30 جرام كارب. وبهنا بيجي حاجه اسمها الالكترولايتس دي اللي احنا ودي سر المتابعه طبعا على حسب الشخص نفسه. في ناس ممكن نعملها ديلود ممكن عمود الالكترولايتس نظبط فيه شويه حاجات بنبدا ما بغيرش السعرات هي نفس النظام بس بنزود حاجه بسيطه جدا دي بقى اللي بتبدا تحسنه اكتر وتخليه بدل ما كان بيحس بالهبوط والتعب لا احنا هنكمل مبدا البروجريس اوفرلودنج على طول الى ما لا نهايه وبالتالي بيقدر يكمل خساره الدهون وبناء العضلات في نفس الوقت. رقم 9 والاخيره طبعا هي في الاول وفي الاخر بتوفيق ربنا واجتهاد الشخص اللي بيتابع او حتى الشخص اللي ماشي مع نفسه. طول ما انت بتجتهد وعندك صبر هتوصل لهدفك باذن الله. وبكده انا قلت لكم مثال وشوفوا التحول اللي هو بدا يظهر على الشاشه عشان تعرفوا ان موضوع الدهون البسيطه هي مش سهله بس بسيطه، هي محتاجه اللي احنا نبدا نمشي خطوات علميه وعمليه في نفس الوقت انك تكمل. الفكره كلها اللي الناس بتيجي بعد شهر شهرين يتعب مش قادر يكمل، انما لو هو ماشي بالمبدا صح اللي انا ما دمرش معدل الحرق بتاعي ما انزلش بسرعه، ما احطش نظام كارديو عنيف جدا يخليني اجوع جدا وما اقدرش انام بالليل، ما احطش نظام تمرين والعب فيه اشكال كتيره جدا لمجرد ان انا متحمس واحط فوليوم عالي اجي بعد الشهر الاول او 6 اسابيع عليه مش قادر ازود وزن ولا عدد والاقي المؤشر بتاعي بدا يقل، يبقى كل الحاجات دي لان احنا مستعجلين. انما انا جبت لك اهو مثال ولا عملت معاه الهيت كارديو ولا عملنا الصيام متقطع ولا عملنا الحاجات اللي هي الادفانسد في حرق الدهون العنيده، مشينا عادي خالص. بس الفكره اللي هو فضل الله من المتابعين القليلين اللي هو يكون عنده صبر وعنده ثقه في اللي قدامه. هو حتى كان بيجي مثلا الاسبوع مش باين عليه خايف بقول له اصبر مالكش دعوه كمل. انا عارف لان احنا جربنا الموضوع ده مع مئات من الناس. الفكره كلها انك تفضل مكمل بخطوات ثابته زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال قليل دائم خير من كثير منقطع. لو انت مشيت تدريجي في حياتك بقى في اي حاجه مش شرط بس التغذيه هتقدر توصل وتوصل لدرجه انت ما كنتش تحلم انك توصل لها. بس لازم كل فتره يكون في خطوات تدريجي ومفيش مشكله خالص جدا انك هنا تقع في الاول ده طبيعي كلنا بنقع. بس اهم حاجه لما اقع ابدا انا وقعت ليه؟ لا والله انا جعان طب خلاص ابدا ازود الاكل شويه من البروتين والخضار. لا والله مفيش طاقه يبقى ابدا اهتم شويه بعمود الالكترولايتس وابدا اهتم شويه بوجبه قبل التمرين. لا والله انا مش عارف انام عندي ارق يبقى ابدا اخلي كميه كربوهيدرات زياده شويه في وجبه قبل النوم بثلاث ساعات او ساعتين عشان تخليني انام. كل الحاجات دي انا اشرحها في فيديوهات ثانيه. بس اللي انا عاوز اقوله انك لو مشيت تدريجي صح هتوصل لهدفك انما الاستعجال ده اللي بيلبسك في الحيط وترجع تريك زيت الوزن اللي انت خسرته وترجع تندم تاني وتفضل في نفس الدايره. فانت لو مشيت بخطوات عمليه باذن الله هتوصل لهدفك. كان معاكم عمرو شعراوي. لو انت استفدت من الفيديوهات ما تنساش تعمل لايك ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وما تنساش تعمل شير. باذن الله بفكر الناس ان فاضل 4 ايام على خصم 50% وبفكر الناس بانه يقدر يجي لي كل يوم 4 في طنطا يشرفني لو عاوز نظام غذائي فقط عن طريق ان هو بيقعد معايا وبيقول لي عندي مشكلتي ونظام حياتي كذا بعمل له النظام بناء على اكل بيحبه واحنا قاعدين مع بعض وبيستلم وهو ماشي. كان معاكم عمرو شعراوي في رعايه الله. السلام عليكم.